ممتاز. طبعا في ناس كثيرة جدا بيكون عندها تحفظ على موضوع الافيرميشنز عموما، التوكيدات اللي انا بقولها لنفسي او كتابة الاهداف. بيعتقد انه الموضوع ده مثلا في نوع من الدجل او من الشعوذة او شيء زي كذا. بس هي الفكرة فعليا لما تجيب ورقة بيضة قدامك وتبدا تكتب، انت بتعمل شنو؟ انت بتفكر. ده الوقت الوحيد انت فعليا بتفكر، لانه الكلام اللي حتكتبه ده لازم حتفكر فيه. صحيح. يبقى الخطوة الأولى إنك تبدأ تكتب، ولا التريك إنك تتكلم مع عقلك الباطن بصيغة الحاضر. ليه؟ لأنه زي ما قلنا، إذا قلت له أنا عايز أكون، أنا نفسي أكون، هيقول لك أوكي أنت عايز تكون، أنت نفسك تكون. بالنسبة له الأوردر أو الهدف اللي أنت نفسك، بس ما الآن. اكزاكتلي، شيء مؤجل. نعم. فهيفضل حتى هو بالنسبة له ده شيء مؤجل، ما حيتحرك حاليا معاك، ما حيعمل أي شيء. بس لما خاطب عقلي بصيغة الحاضر، زي ما قلنا، هو العقل بصدق، ما بيفرق بين الحقيقة والخيال. والخيال صحيح. إذا قلت أنا الآن الحمد لله، طبعا لازم تربط الموضوع ده بإحساس، لأنه لغة قلنا هي المشاعر، هو emotional mind بيتعامل بالمشاعر. أنت حاسس بشنو؟ أنت كنت تقول أنا عملت قروش، أنا عامل مشروع، أنا مشروعي ناجح، أنا بس أنت من جواك حاسس باللاك، حاسس بالشح، حاسس بالنقص. نعم. حاسس انه في حوجه. هو ده الاحساس اللي متعلق به السبكونشس مايند، عشان كده حيخلق لك حوجه اكثر. صحيح. حيخلق لك شح اكثر. بس اذا حس انك فعليا حاسس بهدفك اللي انت كاتبه، انت مخاطبه بصيغه الحاضر، الحمد لله انه انا الان عملت المشروع الفلاني وانجزته، الحمد لله انه الان اخذت الوظيفه وانا بادي في وظيفتي، مع الفيتد ايموشن ستيت زي ما قلنا، حاله عاطفيه عاليه، هنا انت فعلا بتقدر تاخذ خطوات. ليه؟ لانه هو مصدق انه الحياه دي حاصله. فالحيحصل شنو؟ اول ما تصحى من النوم وتتحرك، حيبدا يفتش على الحياه دي.